أصل الله أصل الله حقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة وارزاق الله تعالى لا 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 تعد ولا تحصى. استفسار: هل ممكن تطبيق برنامج تناول الحكوى أي الماء الساخن على 3 فترات متباعدة خلال اليوم؟ والتعليق ورد بحيث على الآتي: يقول المستفسر: لظروف العمل أستيقظ صباحا مبكرا وأشرب لتر من الحكوى الماء الساخن، وقبل الغداء لتر، وحوالي 6 مساء لتر آخر، وفي بعض الأحيان أزيد لتر آخر قبل النوم. هل هذه الطريقة حسنة؟ الإجابة: من حيث الاستفادة هناك في فوائد، ولكن من حيث البرنامج هناك بعض الملاحظات، وهي أن النحو التالي: 1- إن زادت الفترة الزمنية بين المرحلتين عن 3 ساعات سوف يتسبب لك الشعور بالإفراط في تناول الطعام، مما يلزم تطبيق ضمن البرنامج تناول كأس نصف لتر من الحكوى بين 15 إلى 30 دقيقة قبل تناول وجبة الطعام. 2- عند التناول لتر كامل فلا تأثير سلبي على الكلية، بل سيترتب عليك بعض المضايقات نتيجة كثرة الذهاب إلى الحمام عزكم الله لقضاء الحاجتين. وأحيانا تكون الفترات بين 15 إلى 30 دقيقة، وعند محاولة الامتناع فذلك سيؤدي امتلاء المثانة والثقل على الكلية، ومع الاستمرار في ذلك قد يتسبب لك بعض المضاعفات في الكليتين، مما يلزم التواجد بالقريب من الحمام عزكم الله لقضاء الحاجة كلما شعرت بذلك قبل امتلاء المثانة بشكل مكثف. 3- تموت كل يوم بين 50 إلى 70 مليار خلية لدى الإنسان البالغ، وتقل الكيمياء عن العمر الطفل، أي بمعنى حوالي 3 مليارات خلية كل ساعة، أو حوالي 38 مليون خلية تموت كل دقيقة. والهاكوباثي أي تطبيق الهاكوباثي والعلاج بالماء الساخن ينظم دورة الخلايا في عملية التعويض نفس الكيمياء التي تموت، وبالتالي قضاء أكثر من 3 ساعات من دون تناول كأس من الحكوى والماء الساخن بمعدل نصف لتر يكون قد تساقطت بمعدل 9 مليارات خلية. وفي مثل هذه الفترة نتيجة للفرق الكبير في الوقت ما بين مرحلتين التي قد تصل إلى 6 ساعات يكون قد تساقطت حوالي 18 مليار خلية، وهذا قد يعيق على المدى البعيد للقدرة المناعية لجهازك المناعي في محاربة مسببات الأمراض والتوترات وتقلبات الهرمونات، منها تقلبات المزاجية وقدرة على مواجهة التحديات المسببة للاكتئاب والضغوطات العصبية إلى آخره، وهذا بسبب فقدان التوازن الاستتبابي. يعرف بالتوازن الاستتبابي وفقا لقاموس بريتانيكا على إنها أي عملية ذاتية تنظيم
تميل من خلالها الأنظمة البيولوجية إلى الحفاظ على الاستقرار في التكيف مع ظروف المثلية للبقاء على قيد الحياة. إذا نجح الاستتباب تستمر الحياة، إذا لم ينجح تحدث كارثة أو وفاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم ومحبكم دكتور فارس بن راشد من سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، مؤسس حكوة ونس في ولاية فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية، مؤسس حكوة باثي، الطب الحكوة باثي أو إعادة الإنعاش بالحكوة، حكوة ريفايتلايز ثيرابي.